السلام عليكم، يا باشمهندس الصوت واضح؟ طيب جميل، هو ثواني بس والقاعدات يكونوا معانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشمهندس حسين وأستاذة سلمى موجودين معايا؟ الصوت واضح يا جماعة؟ لو سامعيني ادوني واحد. باشمهندس أهلا بيك. تمام باشمهندس حسين، تمام أستاذة سلمى. طيب احنا هنبدأ نبدأ في المحاضرة لغاية ما الزميلات يجوا، وكده كده المحاضرة إن شاء الله مسجلة. سريعا، دي دبلومة إعداد القادة، دي تابعة لمعهد طبعا الدارين، واحنا هنعمل عملية ملخص سريع أو شرح سريع للمحاضرة الأولى والتانية، واللي هما كانوا موضوع واحد لأن المحاضرتين أدمجوا مع بعض يعني بسبب عطل فني، فتم دمج المحاضرتين في محاضرة واحدة. المحاضرة بتتكلم عن كيفية إعداد القادة ومرحلة التأهيل النفسي لمدة 20 يوم، دي كانت بتتم قبل بدء الدبلومة من خلال عمل الجروب ومن خلال تقسيم المجموعات. المحاضرات عبارة عن 2 يوم في الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الأربع 8 بتوقيت مصر، 4 ساعات، ساعة ورشة عمل أو ساعتين ورشة عمل وساعتين محاضرة. ده بالنسبة للسيستم أو النظام العام اللي هتتم عليه المحاضرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واحنا بنتكلم عن التغيير وان احنا ازاي نقدر نغير من نفسنا ونقدر نحفز نفسنا بحيث ان احنا نكون الافضل ونكون من القادة ان شاء الله. اول محاضرتين المفروض اللي هي بتاعت النهارده هنتكلم عنها هي مقدمة تعريفية لقواعد الدبلومة، اهداف الدبلومة وجدول الاعمال وتعريف القيادة والفرق بين الادارة والقيادة، الفرق بينهم الروابط القيادية ونموذج للقائد السيء، وازاي ان احنا نقدر نقلل من القادة السيئين ونحد منهم، وازاي كمان نقدر نحرك القادة السيئين، ازاي القادة السيئين بيحركوا الناس. وهناخد في النموذج القيادي عدة نماذج، هناخد نموذج الاستكشاف ونموذج التربية القيادية والتدريب القيادي والبيئة المحفزة للقيادة والقيادة التخصصية والقيادة الأخلاقية. دول المفروض اللي هنعرفه. الدبلومة طبعا أهدافها معرفة طرق اكتشاف القادة، إزاي أنا أكتشف في نفسي هل موجودة عندي صفة القيادة ولا لأ، وإزاي أكتشفها كمان في من حولي، معرفة المهارات والمواهب والقدرات المطلوبة للقادة، إيه المطلوب، أسس التربية القيادية وأسس التدريب القيادي، إيه هي البيئة القيادية المحفزة اللي بتعين على القيادة، الاستدلال بأسس القيادة ومهاراتها من خلال السيرة النبوية الشريفة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتنمية القدرة على تقييم القادة وترشيد القرار القيادي. مش ان انا ابقى قائد وبس، لا، انا هتعلم من هنا ان انا ازاي اقدر كمان اقيم القادة وكمان اقدر ارشدهم. ده جدول الاعمال بالنسبة للدبلومة، هتبدأ يوم 10 وتنتهي ان شاء الله يوم 2 يناير. مقسمة لعلم القيادة اول محاضرتين، العمل الجماعي والقيادة والعبقرية، التخطيط الشخصي والتخطيط الاستراتيجي وتحليل المنظمات وبرنامج الإبداع والتفكير، إدارة الضغوط والحياة المتوازنة. أول نموذج بنتكلم عنه في نموذج القيادة هو نموذج الاستكشاف. بنعرف القيادة وبنقول إيه هي القيادة. حد في حضراتكم يعرف إيه هي القيادة أو إيه المقصود بالقيادة بشكل عام؟ يا باشمهندس حسين معانا ولا نمت؟ أستاذة سلمى ما كنتيش موجودة معانا أول مرة، أنا بعمل لحضرتكم ملخص سريع للكلام والحوار اللي دار في المحاضرتين اللي فاتوا. الصوت واضح يا جماعة؟ سامعيني؟
تمام يا أستاذة سلمى. تعريف القيادة هو تعاون وترشيد الأعمال بين المجموعة بواسطة القائد. الصوت واضح؟ مش مهندس حسين؟ مش مهندس سامر؟ الصوت واضح؟ أستاذة سلمى حضرتك سامعاني؟ طب الحمد لله. جدا. يبقى القيادة هي مدى القدرة ومدى الفاعلية على قيادة الأفراد بشكل متعاون وبشكل إيجابي، بيوصلنا أو بي بي بيقدر إن هو يوصلنا إلى تحقيق الأهداف وتحقيق الرؤية من خلال عمل المجموعة بحب وود وتعاون. ده بالنسبة لتعريف القيادة. طب هل القيادة فطرية ولا مكتسبة؟ هل القيادة فكرية فطرية ولا مكتسبة؟ هل احنا قادة بطبعنا ولا ممكن حد ما تبقاش؟ لا، القيادة ويكتسبها؟ لا، هي فطرية ومكتسبة الاتنين مع بعض. برافو، الاتنين مع بعض. اه، طب مين نفضل اكتر؟ كان في سؤال على الجروب، الشخصية الفطرية بس. لو عندنا شخصية فطرية في القيادة وعندنا شخصية مكتسبة القيادة، نختار مين فيهم أكتر؟ نختار الفطرية طبعا لأنه فطري. الفرق بين الإدارة والقيادة إن كل إداري، كل قائد يكون إداري أو يكون مدير، ولكن ليس كل مدير ممكن إن هو يصلح للقيادة. طيب الروابط القيادية، هل القيادة ليها مجموعة من الروابط بتأثر فيها؟ طبعا القيادة مرتبطة بالعلم، ان لازم الانسان القائد ده يكون على درجة كبيرة جدا من العلم ومن المستوى ومن المكان اللي هو بيتكلم فيه. القيادة والسن، هل القيادة محكمة بسن؟ لا، ممكن يبقى شخص عنده قوة وعنده فطرة قيادية وعنده قدرة قيادية وسنه ما يكونش كبير، يعني يقدر يقود ناس اكبر منهم، بدليل سيدنا خالد بن الوليد وعلي بن ابي طالب، كل دول كانوا صغار في السن ولكنهم قدروا ان هم يقودوا جيوش ويقودوا الامم وهم في سن صغيره. طب القياده والجنس، هل المراه تصلح للقياده او لا؟ او هل المراه افضل من الرجل ام الرجل افضل من المراه؟ القيادة اللي احنا هنختاره، القيادة والجسم كده. واضح الصوت؟ أسامة بن زيد، برافو، بارك الله فيك يا أستاذة سلمى. الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. القيادة والجسم، هل القائد ده ليه مواصفات جسمانية معينة؟ هل ترتبط القيادة بصفات جسمانية معينة؟ أكيد طبعا لا، لأن القيادة بتفرض او بتبقى نابعه من طريقه التفكير وطريقه المخ، ولكن في بعض انواع القياده زي في الجيش، انا ما ينفعش اجيب
شخص صحته ضعيفة كصحة وليس كتكوين جسماني، ولكن كلما صلحت الصحة وصلح الجسم وبنيان الجسم كلما صلحت القيادة. طب القيادة والتقوى هل في علاقة؟ هل في رابط بين القيادة والتقوى؟ أكيد طبعا. إن إحنا لما يكون الإنسان أو الشخص القائد بتاعنا يكون تقي وعنده نوع من أنواع التقوى وبيتحراها في كل أعماله وفي كل قراراته، يبقى أكيد طبعا بتؤثر عليها تأثير إيجابي وليس تأثير سلبي. طيب التوزيع ده، توزيع بيل للجرس، ده بيوضح فيه مستويات القيادة أو مستويات صفة القيادة في الناس. مستوى القيادة عندنا ده بيبدأ مرحلة السن، عندنا بنبدأ من هنا سواء اللي هو طرفي التوزيع، ان النسبة بتبقى قليلة ولكن بتزيد في منتصف العمر. ده بالنسبة لتوزيع القيادة. سريعا الحاجات المهمة هنركز عليها والحاجات السريعة هنتخطاها. القائد السيء، نموذج القائد السيء، احنا دايما لما بنيجي نقيم اي قائد بنقيمه من خلال 3 اتجاهات: الكفاءة والرغبة والقدرة. مدى كفاءته في القيادة ومدى رغبته في القيادة ومدى قدرته على القيادة. أنواع القادة السيئين 7: في القائد العاجز وفي القائد الجامد اللي هو عنده جمود في فكره، فكده قائد سيء، ما هو مش عايز يتجدد، مش عايز يتغير، عنده جمود. وفي قائد عنده عجز، ما عندوش القدرة على التغيير، ما عندوش القدرة على التطوير. في القائد المسرف، مدخرات الدولة، أموال الدولة، ما بيعملش حساب الفائض، ما بيعملش حساب تخزين، ده يعتبر قائد سيء. في القائد القاسي، بيرفض رفض الآخرين ليه، اللي هو بيستغل منصبه وبيستغل قيادته في أهواء شخصية وفي فساد لممتلكات وفي فساد لأنظمة الدولة. وفي القائد المنعزل، ما عندوش تواصل مع شعبه، ما عندوش تواصل مع الآخرين، ده برضو يعتبر نوع من أنواع القادة السيئين. وآخرها القائد الشرير، والقائد الشرير ده اللي تتمثل فيه أغلب الصفات مع بعض، بتبقى صفته الأساسية أو رغبته الأساسية نابعة من نابع الشر. حكم او فضل حكم لاكثر من 8 سنوات، هنا بيبقى فيه نوع من انواع التحكم والسيطره. طيب لازم يبقى فيه توازن قوه في الدوله، ان الدوله عشان اقلل من القاده السيئين لازم يبقى عندي توازن للقوه في الدوله، ما يبقاش حزب اقوى من حزب، ما يبقاش منظمه اقوى من منظمه، ما يبقاش حكومه او وزاره اقوى من وزاره، لازم يبقى فيه توازن القوه. المعارضه لازم يبقى ليها توازن ويبقى ليها تواجد مع الحكومة. تالت حاجة رقابة مستقلة، تبقى الرقابة
إدارة الرقابة بالدولة، فهنا الدولة بتقوم بتسييغ أو إن هي بتصيغ الرقابة على حسب حكمها وعلى حسب نظامها. لأ، لازم الرقابة تبقى مستقلة بحيث إن هي تطول الحكومة وأفراد الحكومة زي ما بتطول أفراد الشعب العاديين. الشورى، تعديل الأنظمة، نظام الشورى، لأن نظام الشورى ما بيخليش الحكم وبيخليش التحكم في إيد الحاكم لوحده أو في إيد القائد لوحده، وبكده بقلل من القادة السيئين اللي موجودين في الدول اللي احنا بنتكلم عنها. ده بالنسبة لتعديل الأنظمة، يبقى عشان أعدل أقلل من القادة السيئين، محورين: تعديل الأنظمة ودعم القادة. في تعديل الأنظمة هعمل إيه؟ مدة القيادة ما تزيدش عن 8 سنوات، توازن قوى، رقابة مستقلة، ويبقى فيه نظام الشورى. طيب الجزئية التانية دعم القادة، القادة الشباب الصف التاني، إنشاء الكوادر ومساعدتهم على إنهم يواجهوا الحياة السياسية وحياة القيادة من خلال 3 محاور. من خلال التكامل، لازم يبقى عندي قادة في جميع الأنظمة متكاملة، ما يبقاش عندي قصور في نظام أو في قوة من القوى. إثراء المعلومات، يعني يبقى عندهم كمية معلومات تتيح لهم القيادة وحسن التصرف. وتالت محور في دعم القادة، الإبداع، لازم نعين القادة ونساعدهم على الإبداع. كيف يحرك القادة السيئين الناس؟ كل قائد على حسب تقسيمته وعلى حسب الشريحة بتاعته. في قادة سيئين بيحركوا الناس عن طريق الترغيب، إن هم يطمعوهم هنعمل وهنسوي وفي مشاريع جديدة وفي أفكار جديدة والبلد هتعمر وهيبقى فيه خير، كلام عام، عملية ترغيب. طيب الجزئية التانية الترهيب، إن هم يخوفوا اللي هيخرج على النظام واللي ما هينفذش القوانين سوف تطاله العقوبة. تالت جزئية الإلقاء، من خلال الأحاديث التلفزيونية أو الأحاديث الجماهيرية يقنعوا الناس أو بيحركوا الناس. جمال عبد الناصر كان بيحرك الأمة بخطبة، وكانت موضوع الخطب عند جمال عبد الناصر أقوى من السادات. الإقناع، القائد السيء اللي عنده القدرة على الإقناع بيقدر يحرك الناس لأهدافه ولرؤيته. وآخر حاجة قدوة، لو اتخذ الناس القائد السيء قدوة، هنا بيقدر ان هو يتحكم في الناس وبيقدر ان هو يحركهم كيفما يشاء. إيه، انتوا معايا يا جماعة؟ استاذة سلمى، باشمهندس حسين، معايا باشمهندس حسين؟ جميل. طب مركزين يعني؟ طب الحمد لله. إيه، في مقولة رائعة جدا لجون أدير، هو بريطاني من علماء القيادة والتدريب، بيقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل مبدأ عالمي للقيادة الجيدة، عشان ده ظهر ووضح من خلال مشاركة قومه في الأعمال والمخاطر، وهذا ما يتوقعه الناس، إن القائد لازم يشتغل أو لازم بإيده أو لازم الناس لازم يبقى قدوة، لازم يبقى قدوة، لازم يعمل الحاجة بنفسه عشان الناس تشوفه عشان يعملوا زيه. وزي ما احنا بنقول في علم التنمية الذاتية ان التعلم بالممارسة اقوى بكتير من التعلم بالالقاء. المشاركة بتمنح القائد امر نادر، وهي السلطة التلقائية، وهي اللي بتكسبه محبة الناس. النموذج القيادي بناخد منه نموذج الاستكشاف، وزي ما قلنا التربية القيادية والتدريب القيادي والبيئة المحفزة والقيادة التخصصية والقيم والأخلاق. نموذج الاستكشاف بيقول لي ازاي اقدر احدد علامات القائد، وازاي اقدر ابحث عن القائد. انا عايز ادور على قائد، ايه الصفات اللي بدور فيها عشان اقدر استكشف من القادة اللي حولي، او هل انا قائد ولا لا. طيب المفروض ان حضراتكم بتبقوا محضرين ورقة وقلم وبتكتبوا: هل انا عندي القدرة على التحليل؟ او هل الشخص اللي قدامك عنده قدرة على التحليل؟ هل عنده الاخذ بالمبادرات، يعني على طول مبادر؟ مين يا جماعة مثلا يعمل لنا جدول، او يعمل لنا ورشة عمل، او يقيم لنا قائد من القادة؟ على طول تلاقي الناس اللي عندهم مبادرات، دي صفة مهمة في القائد. تأسيس المنظمات، عنده القدرة على تنظيم المجاميع، عنده قدرة على ابداء الحلول وابداء الاراء، وان هو يأسس منظمات وان هو يديرها.
مش شرط ان هي تبقى مؤسسات كبيره ولكن او منظمات كبيره، ولكن عنده القدره على كيفيه تاسيسها وكيفيه تنظيمها وادارتها. الابداع لازم يبقى شخص مبدع، شخص متجدد، عنده رؤيه مبدعه، بيفكر بطريقه بتختلف عن الاخرين. البيئه القياديه هي اللي موجود فيها القائد، لأن البيئة من المهام أو من أهم الخطوات كمان اللي بتعين وبتساعد على إسراء القائد للقيادة وكمان لتمكنه منها. تأسيس طبعا تأسيس المنظمات دي اتكلمنا عنها وقلناها. طيب نموذج التربية القيادية، إزاي أنا اقدر احدد ان ده قائد ولا مش قائد؟ ازاي اقدر احدد ان التربية او نموذج التربية ده نموذج تربوي بيعين وبيساعد وبيعد قادة للمستقبل؟ اول حاجة قدوة، اول حاجة بنقول ان هو يبقى قدوة. ازاي يبقى شخص قدوة؟ زي ما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هو لما جه كسر الأصنام كسرها بنفسه، كسرها مع الناس، رغم إن وقتها أو وقت بداية ونشر الإسلام كان في صحابة كتير جدا وكانوا أقوياء بدنيا وصحيا أكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم وقادرين إن هم يهدوا الأصنام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر وبدأ في تكسير الأصنام عشان يبقى قدوة للآخرين. قناعات، ان القائد الجيد لازم او القائد النموذجي الايجابي لازم يبقى عنده القدرة على تغيير القناعات للافضل، يعني عنده قناعات ثابتة بيتحرك من خلالها وكمان عنده القدرة على تغيير القناعات للناس بشكل ايجابي. المهارات، اي قائد لازم يتصف بمجموعة مهارات، ما ينفعش ان انا ابقى قائد وعندي المهارات مش موجودة، ما ينفعش ان انا ابقى مدير والسوفت سكيلز مش موجودة عندي، مهارات الاتصال والتواصل، فض النزاع، التفاوض، التعاون. لازم القائد يبقى عنده وملم بمجموعة مهارات، يدرب ويتدرب. الاهتمامات، القائد لازم تبقى عنده اهتمامات مختلفة، ما هي تبقاش اهتماماته منصبة على جانب واحد بس، لازم اهتمامات القائد تبقى عديدة وتبقى متنوعة. وأهم جزئية في القائد هي قوة العلاقات. لازم أنا عشان أكون قائد في مؤسسة لازم تبقى علاقاتي الخارجية أو لازم تبقى علاقاتي باللي موجودين واللي بره بالمؤسسات الأخرى لازم تبقى قوية جدا. عشان أبقى قائد سياسي أو قائد دولي قوي لازم علاقاتي الخارجية مع الدول والقوة الكبرى لازم تبقى جيدة جدا وتبقى متفاعلة، متفاعلة جدا. يبقى نموذج التربية القيادية قدوة، قناعة، مهارة، اهتمام، وقوة في العلاقات. طيب التدريب القيادي على القيادة العامة، احنا بنقول ان اي قائد لازم يتصف بصفات 8، ودي ورشة العمل اللي مطلوبة، هي ورشة فردية مطلوبة المفروض ان احنا هنقدمها قبل يوم الاثنين. وهي عبارة عن ايه؟ هنختار قائد من القادة الناجحين النموذجيين الايجابيين، ما يشترطش يكون عربي او غير عربي، وهنحلل شخصيته او هنحلل حياته من خلال 8 جوانب. اول حاجة الوجهة، يعني ايه وجهة؟ يعني الخطة، يعني الرؤية والخطة. كانت ايه رؤية القائد؟ القائد لازم تبقى عنده رؤية واضحة جدا، وعشان يقدر ينفذ الرؤية الواضحة دي لازم يحط خطة محكمة. يبقى اول حاجة الوجهة. تاني حاجة قدوة، هي المفروض هنا قدوة مش قدرة، لازم يبقى قدوة للآخرين. أي قائد هنختاره نشوف القدوة أو الجزئية اللي كان الناس بتحبه في القائد ده وكانوا بيتمثلوا بيه أو بيحبوا ويفضلوا إن هم يكونوا زيه. تالت حاجة التغيير، إن القائد لازم يبقى عنده الرغبة في التغيير، يبقى متغير ويبقى متطور. طب القائد اللي احنا هنختاره هل كان عنده الرؤية دي؟ الشيء الرابع اللي المفروض يبقى موجود في القائد هو التدريب. وزي ما اتكلمنا في التربية
بيها القائد ان هو يدرب نفسه دايما ويطور نفسه دايما، وكمان يدرب الناس اللي معاه، يعمل صف تاني. لازم يدرب لو كان مدير في مؤسسة، لازم يخضع الموظفين معاه والعاملين معاه لدورات مختلفة، ويعمل لهم مقاييس، ويحاول ان هو يرفع من مقاييسهم ويرفع من قدراتهم، وهو نفسه لازم يدرب نفسه. طيب علاقاته، قلنا لازم علاقاته تبقى قوية جدا. تحفيزي، ان القائد لازم يبقى محفز، لازم يبقى القائد محفز ومشجع للي بيشتغلوا معاه، لمرؤوسيه، وكمان يبقى مشجع يحفز نفسه دايما، انه دايما انه يحط، لما بنحط رؤية وبنحط اهداف وبنحط خطة، لازم يحفز نفسه عشان يقدر يحقق الخطة دي. تدخل، يعني ايه تدخل؟ التدخل هنا بيعني القائد بيقسم الأعمال بشكل منتظم وشكل عادل، ولكن يتفرج عليهم وهم بيشتغلوا. اه طب ما يمنعش تبع الأمور ومراجع الأمور معاهم، ولازم يبقى عنده القدرة على التدخل وكيفية التدخل وفن التدخل، امتى اتدخل في الجزئية دي وامتى اسيبهم يبدعوا فيها، امتى اقول لهم لا انتوا كده تخطيتوا الحدود، وامتى اقول لهم لا، امتى اديهم كارت بلانش يعملوا اي حاجة، وامتى اقول لهم لا هنا ما ينفعش. لازم هنا حتة التدخل اللي هي مهارة التدخل، بدون ما يحس او ما يحسس الموظفين معاه او الشعب معاه ان هو بيفرض عليهم حاجة او ان هو بيقصوا عليهم في حاجة. التمكين، القيادي الناجح سواء في مؤسسة او في دولة او في حزب او في ادارة، لازم يبقى عنده قدر كبير من التمكين. لما يدي صلاحيات ويفوض صلاحيات لحد، يبقى يديهاله، يدي الصلاحيات حقيقية، يمكن الفرد اللي قدامه من الصلاحيات بجد، هو نفسه يبقى متمكن من اختياراته ومتمكن من قراراته. يبقى دول 8 أدوار للقائد لازم ان هو بيقوم بيها في عملية القيادة، ودي ورشة العمل الفردية اللي مطلوبة والمفروض ان هي تتقدم قبل يوم الجمعة ان شاء الله. طيب احنا اتكلمنا عن نموذج التربية القيادية، ايه البيئة المحفزة للقيادة؟ هي البيئة ممكن تساعد وتحفز على القيادة؟ اكيد اكيد. ايه الاسس اللي بتقوم عليها البيئة المحفزة؟ القيم، القائد لازم يبقى عنده مجموعة من القيم الراسخة اللي بيتحرك من خلالها. لو القائد تربى في جو او في اسرة بتراعي القيم وبتؤكد عليها، يبقى ده جزء تحفيزي للقيادة. التوازن، اتكلمنا عن التوازن وقلنا ان التوازن مهم في حياة الانسان، وان لو الانسان او القائد بيعيش حياة متوازنة، اسرة طبيعية، ظروف طبيعية ومتوازنة، ده بيساعد وبتبقى بيئة محفزة للقائد. التبني، ان هو يتبنى الافكار الجديدة، انه كمان لما يبقى فيه شخص في البيئة المحفزة يكون شخص قوي وعنده قدرة على استقطاب القياديين، يتبنى الأطفال، يتبنى الشباب، عشان يقدر يديهم بيئة رطبة وجاهزة للقيادة، تحفزهم على القيادة. لو القائد حصلت له حالة من حالات التبني في صغره، يتبنوا شخصيته، يتبنوا مميزاته، دي بتبقى محفزة للقيادة. مرونة، إن القائد يتربى في مرونة، ما يترباش في سيطرة، ما يترباش في جمود، ما يترباش على أوامر نعم ولا، ما يترباش على عقاب، لا، يتربى في بيئة مرنة. عشان كده في علم التربية الحديث دايما بنقول إن الأطفال ما نعاقبهمش، ما نعودهمش على العقاب، لأن العقاب بيعمل حالة من حالات الجمود لفكر الإنسان، لكن المرونة شيء مميز جدا، بتساعد الفرد وبتساعد الطفل أو الشاب
على انه بيبقى عارف ان في ثواب وفي عقاب، ولكن عارف ان ممكن اتغاضى عن شيء ولكن انا اتغاضى عن اشياء اخرى. حرية. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا احرار، وكمان خلقنا احرار في عبادته من غيرها، وعرف لنا والله ان عبدناه لينا طريق الجنه وان لم نعبده لنا طريق النار، وترك لنا حريه الاختيار. يبقى اذا كان القائد او الطفل او الشاب بينعم في بيئه فيها قدر متسع من الحريه، دي بتساعده على اطلاق العنان لخياله في الابداع. بيئه الفضول، لو الانسان او الطفل او الشاب عنده نوع من انواع الفضول، ده ما يبقاش ملل، الناس ما تزهقش، ما نتعبش او ما نتضايقش من اطفالنا لما يسالونا كتير، يبقى عندهم حب استطلاع، يبقى عندهم فضول. لا بالعكس، انا ارد عليهم واسريهم عشان اقدر احقق لهم البيئه المحفزه للقياده. احنا كده انهينا الجزء الخاص بالقياده، دي طبعا المراجع اللي تم الاستناد ليها شرح الجزئية اللي احنا اتكلمنا عنها. باشمهندس حسين، استاذ سلمى، في اي تساؤل في اي جزئية مش واضحة؟ تمام يا استاذ سلمى، حضرتك كنت بتقولي في جزئية. جميل. باشمهندس حسين، حضرتك ما حضرتش معانا المحاضرة الأولى والتانية، وده كان ملخص للي حصل. طيب في جزئية هي مش موجودة. جميل، أيوة لسه كنت هتكلم عنها يا أستاذة سلمى، جزانا وإياك. في جزئية تانية يا باشمهندس، احنا اتكلمنا عن الطلب الفردي، العمل الفردي اللي هي ورشة العمل الخاصة بنموذج القائد، وهنحلله من خلال الأدوار الثمانية، ولكن في عمل جماعي للمجموعة، كل مجموعة هتقوم بتحليل منظمة، هنشوف منظمة من المنظمات اللي موجودة، وهنحلل المنظمة دي ونشوف مدى فعاليتها ومدى كفاءتها وقدرتها على القيادة. في جزئية هنا هي المفروض دي الجزئية الوحيدة اللي مش موجودة. يا ريت يبقى معاكم ورقة وقلم وتكتبوا ورايا سريعا، يعني نقاط وحضراتكم ان شاء الله هتعرفوها. القيادة التخصصية اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي قيادة المؤسسات وقيادة المراكز، ودي بنقيسها بتبقى على ثلاث محاور، من خلال الكفاءات ومن خلال المنهج ومن خلال الوسائل. بنحلل القيادة التخصصية من خلال الكفاءات والمنهج والوسائل. المفروض ان كان في نموذج لمعهد فكر للرائع طارق سويدان، احنا حللنا المعهد ده من خلال الكفاءات بتاعته ومن خلال المنهج ومن خلال الوسائل اللي هو بيستخدمها. الكفاءات، ايه مستوى الكفاءات اللي بيستخدمها المركز؟ هل في قدر معين من الكفاءات؟ هل في تدرج في الكفاءات؟ طيب المنهج، هل منهج المؤسسة، هل يعني المؤسسة بتفكر تفكير منهجي ولا تفكير عشوائي؟ هل ليها أفكار وأيديولوجيات محددة ولا بتبقى على حسب الرغبة؟ طيب منهج في معرفة العلوم الإنسانية، يعني في معهد فكر عندهم بيقيموا بالنسبة للمنهج، لازم يبقى عندهم مقدمة، أو بيصروا على إن الباحثين في المعهد يبقى عندهم معرفة للعلوم الإنسانية اللي هي التاريخ والحضارة. لازم يبقى القائد أو المركز التخصصي لازم يبقى عنده جزء في التاريخ والحضارة، في الفلسفة، في الفكر السياسي. إيه الأدوات أو الوسائل اللي بيستخدمها المعهد او معهد فكر؟ الادوات ومهارات التفكير، بيعمل دورات وورش عمل عن التفكير، مجموعه قراءات، بيحدد لهم مجموعه من القراءات، انك عشان تبقى مبدع ومفكر لازم بتقرا في الشهر ما بين 7 ل 10 كتب، وبيحددها المركز نفسه، بيكلفوا مجموعه ابحاث، بتنظم ليهم مقابلات مع مفكرين، بيطلب منهم مشاريع عمليه بيقيموها،
وبيخصص ليهم حوارات فكرية، وآخر جزئية بيتعمل لهم مجموعة من محاكاة الواقع. ده بالنسبة لنموذج المركز أو نموذج معهد فكر اللي تم تحليله أثناء المحاضرة، واللي مطلوب مننا كورشة عمل جماعية لكل مجموعة إن هي إن إحنا نختار مؤسسة أو نختار مركز معين ونبدأ نحلله من خلال كفاءاته ومن خلال منهجه ومن خلال الوسائل اللي بيستخدمها المركز أو المؤسسة. في تدريب بسيط كده كنا عملناه عشان نقدر نقيم نفسنا ونعرف إحنا قادة ولا لأ، نسأل نفسنا أسئلة ونجاوب عليها بمنتهى الصدق والأمانة. هما 7 أسئلة، هتكتبوهم معايا. معايا يا باشمهندس؟ طيب، أول سؤال: هل أنت أكثر يقظة من غيرك؟ هل إحنا أكثر يقظة من غيرنا؟ السؤال الثاني: هل أنت أكثر ذكاء لفهم الأمور؟ هل بتحس ان انت اكتر فهم للامور وان انت اذكى في فهمك للامور؟ بالنسبة للسؤال الاولاني: هل انت اكتر يقظة من غيرك؟ يعني معناه ايه؟ هل ترى الخطر وبتعلم كيف تتصرف؟ يعني بتعرف ان في حاجة غلط مش مظبوطة او في حاجة هتحصل بتتنبأ؟ تعلم كيف تتصرف؟ هل أنت أكثر ذكاء السؤال الثالث: هل أنت أكثر دقة ومجرد في الحكم؟ يعني لما بتيجي بتحكم. طب كده الصوت كده واضح؟ طيب كده الصوت واضح؟ حاضر. السؤال الثالث: هل أنت أكثر دقة ومجرد في الحكم على الآخرين؟ يعني في العمل لما بنيجي. حاضر، نعيد من الأول تاني. السؤال الأول: هل أنت أكثر يقظة من غيرك؟ يعني بترى الخطر وتعلم كيف تتصرف، بنعرف إزاي نقدر نتصرف، بنتنبأ يعني بالمخاطر. الحاجة التانية: هل أنت، أو السؤال التاني: هل أنت أكثر ذكاء لفهم الأمور وتتصرف في عملك؟ يعني أنت أكثر ذكاء لفهمك للأمور والمشاكل اللي بتحصل وبتتصرف فيها سواء في عملك أو في أسرتك. السؤال التالت: هل أنت أكثر دقة ومجرد في الحكم؟ يعني إحنا لما بنيجي نحكم بنبقى عندنا عملية تحليل ودقة، وبنجرد الحكم بتاعنا من الأهواء ومن المشاعر
في الآخرين أو في العمل، في علاقاتنا الشخصية أو في علاقاتنا العملية. يعني زي ما بيقول كده بالبلدي، إن حد عمل حاجة تقول لا معلش خلاص أصله قريبي أصله كده، ولا لأ بتجرد العلاقة تماما وبتحكم حكم منطقي. رابع سؤال، هل أنت سريع في اتخاذ قرارك؟ يعني أنت بتاخد القرار بشكل سريع وبتنفذه كمان في نفس الوقت. السؤال الخامس، هل أنت شجاع؟ السؤال السادس، هل أنت صريح مع ذاتك؟ هل أنت صريح مع نفسك؟ بتواجه نفسك صريح معاها، بتواجهها بأخطائها؟ السؤال السابع، هل أنت أكثر ثباتا في العمل؟ يعني إيه؟ يعني وأنت بتشتغل وحصلك أي ظرف طارئ بتثبت في العمل ولا ممكن ده يأثر عليك؟ السبع أسئلة دول كل واحد فيهم هيجاوب، دي تمارين بس تمارين شخصية، يعني مش هتبعتوها لحد، دي تمارين بتقيس بيها مدى إبداعك ومدى قدرتك على القيادة، وبتحاول تشوف الأسئلة اللي بتبقى إجابتك فيها بلأ إنك تقوم نفسك فيها وتحاول تدعم نفسك فيها. خلصتي انتي مجموعة الأسئلة؟ السبع أسئلة الأولانيين خلاص يا جماعة؟ في أي مشكلة فيهم؟ طب الحمد لله. الصوت كده ايه؟ كده تمام؟ 40 ثانية. الأسئلة مفهومش مشكلة. طب جميل، أنا لسه ما طب متشكرة جدا يا باشمهندس سامر، الأسئلة ما فيهاش مشكلة. طيب كده احنا خلصنا 7 أسئلة. الصفات، احنا بنتكلم هنا عن صفات. الأول اتكلمنا عن 7 أسئلة، دلوقتي هنتكلم عن صفات، عايزين نشوف هي موجودة فينا ولا لأ. أول حاجة العقلية الصحيحة، الديمقراطي أو الديمقراطية، يعني بيقصد بيها الشورى، هل احنا بناخد رأينا، بناخد رأي اللي حوالينا. الصفة الثالثة، هل بنعتمد على الحقائق ولا بنعتمد على مشاعرنا وأهوائنا؟ هل في الحرص الشديد على تحمل مسؤولية من هم مسؤولين منا؟ سواء أنا، احنا عايزين نشوف صفاتنا وصفات
الحرص الشديد على تحمل مسؤولية من هم مسؤولون منا. هل عندنا الصفة دي ولا لأ؟ هل بنتحمل مسؤولية الناس اللي مسؤولين مننا؟ هل في شجاعة ومرونة وتحمل للمسؤولية بالنسبة للأخطاء؟ هل أنا كقائد مستوعب القيادة بشكل جيد وملم بالإدارة؟ هل بنثق في ذاتنا وبنثق في الآخرين؟ هل بنحب ذاتنا وعندنا ثقة في ذاتنا وفي الآخرين؟ الصفة اللي بعد كده محبة الناس الذين نديرهم. لو احنا قادة او لو احنا قادة في مؤسسات او في اعمال، هل احنا بنحب الناس اللي بنديرهم ولا لا؟ الصفة دي موجودة ولا لا؟ اللي بعد كده، هل بنحل المشكلات بشكل منطقي؟ هل لدينا قوة في التأثير؟ يعني لما بنقول نطلع نقول في ميتي، لما بنكون في ميتينج أو في اجتماع، هل بنحس بأن احنا لينا تأثير قوي؟ هل وجودنا في المؤسسة بيبقى ليه تأثير من عدمه؟ عندنا الإيمان بالعمل، يقين الإيمان بالعمل، حب العمل ذاته. دول 12 صفة بنقيم بيها القادة وبنقيم بيها نفسنا وبنقيم بيها كمان اللي حوالينا. في أي مشكلة في الصفات اللي اتكلمنا عنها؟ ها يا باشمهندس، في أي مشكلة في الجزئية اللي احنا اتكلمنا عنها؟ حاضر، تمرين تحليل الشخصية حاضر، أنا هرفعه لحضراتكم دلوقتي عشان تقدروا إن انتوا تستخدموه. هنرفعه وهشرحه لحضراتكم. ليه ما كنتش مركز يا باشمهندس؟ كنت بتعمل ايه؟ طيب قول لي حضرتك وقفت لغاية فين؟ لغاية ما التمرين يتحمل. قول لي حضرتك وقفت معانا لغاية فين؟ باشمهندس، باشمهندس حسين، الأسئلة السبعة دول اللي احنا خلاص خلصناهم، مش كده؟ حضرتك كنت معانا فيهم صح؟ تقصد الأسئلة احنا خلصناها في الصفات، الصفات اللي اتكلمنا عنها، احنا اتكلمنا عن 12 صفة. طيب ال 12 صفة حضرتك وقفت عند أي صفة بالظبط؟
يا باشمهندس، حضرتك وقفت عند اي صفة؟ كلهم. طيب حاضر، يا ريت حضرتك تركز معايا وتكتب القلم، تمسك وتكتب القلم وتكتب بالقلم سريعا. احنا قلنا اول صفة العقلية الصحيحة، هل صفة العقلية الصحيحة دي موجودة؟ تاني صفة الديمقراطية والشورى، هل القائد اللي حضرتك بتحلله او الصفة او حضرتك كقائد، هل عندك صفة الديمقراطية وصفة الشورى؟ الصفة الثالثة الاعتماد على الحقائق، هل بنعتمد على الحقائق في حكمنا وفي رؤيتنا للأشياء ولا بنعتمد على المشاعر؟ الجزء الرابع الحرص الشديد على تحمل مسؤولية من هم مسؤولون منا، هل القائد اللي حضرتك بتقيمه او بتقيم حضرتك، هل عندك الحرص انك بتتحمل مسؤولية الناس اللي انت مسؤول عنهم؟ الجزئية الخامسة الشجاعة والمرونة في تحمل المسؤولية من الاخطاء، احنا اللي فوق قلنا بنتحمل مسؤولية الناس اللي احنا مسؤولين. نتكلم فيها عن الشجاعة والمرونة في تحمل طيب استيعاب القيادة جيدا واستيعاب جزء من الإدارة، هل القائد اللي حضرتك بتقيمه أو حضرتك كقائد مستوعب معنى القيادة ومفهومها كويس جدا وعندك جزء من الإدارة؟ لأن احنا قلنا القائد بيكون مدير، يبقى لازم القائد تبقى عنده صفة أو جزء من الإدارة، هل ده موجود ولا لأ؟ الثقة في الآخرين وفي ذاتك، هل لديك الثقة في ذاتك وفي الآخرين؟ ثمانية محبة بيحبهم ولا عنده حالة من حالات الكره والبغض ليهم؟ اللي بعديها حل المشكلات منطقيا، هل بنحل المشكلات، هل بتتصف بانك بتحل المشكلات بشكل منطقي ولا بتحلها بشكل عشوائي او بشكل غير منظم؟ بعد كده التأثير، درجة التأثير، هل للقائد او لحضرتك تأثير على من تديرهم؟ يعني لو باجتماع، لو في مشكلة وعملت اجتماع بسيط أو عملت ميتنج بسيط، هل كلامك ليه وقع التأثير عليهم بسهولة؟ وآخر جزئية المرونة وتحمل المسؤولية، هل عند حضرتك مرونة كقائد أو للقائد اللي بتقيمه؟ وآخر نقطة بنتكلم عن الإيمان بالعمل، هل حضرتك محب لعملك ومؤمن برسالتك كقائد أو للقائد اللي حضرتك بتقيمه؟ كده نكون خلصنا 12 صفة من صفات القائد، ودي بنقول سواء السبع أسئلة الأولانيين أول 12 صفة دي، ده تقييم شخصي لحضرتك، تقييم زيادة، يعني حضرتك بتبقى كاتب الحاجات دي وكل فترة بتحاول تقيم نفسك وبتشوف نفسك وصلت لغاية فين. كده تمام باشمهندس أستاذ سلمى؟ تمام. واضح يا جماعة، يا ريت تكونوا معايا بس يبقى في تفاعل عشان تمام. طب الحمد لله، هنيجي
لتحليل مهم جدا، وده اللي وقفت عنده وقفنا عنده المرة الأخيرة، اللي هو تمرين ديسك، اللي هو تحليل الشخصية. التمرين ده عبارة عن 44 صفة. على فكرة المحاضرة إن شاء الله هتبقى مسجلة صوت، وبالنسبة للباوربوينت أنا هبعته لحضراتكم لأن هو اوريدي كده نازل، فعايزاكم بس تركزوا معايا. التمرين هنا الجدول فيه 44 صفة. المطلوب إن كل واحد من حضراتكم هيقيم نفسه من 0 لـ5، والتقييم كالآتي: أول صفة قيادي حريص على النتائج العملية. إن كانت الصفة متأصلة وموجودة في حضرتك هتكتب 5، إن كانت موجودة بعمق متوسط هتكتب من 1 لـ3، إن كانت موجودة ولكن ليست بعمق، يعني مش قوي مش واضحة في شخصيتنا قوي، بندي نفسنا 4. ياريت تركزوا معايا في وضع الدرجات، لأنها مش اللي هي 0 1 2 3 العادية. نقول تاني: تحليل ديسك للشخصية، إن إحنا بنشوف كل صفة وبندي للصفة من صلة وبعمق فينا. إذا كانت الصفة عمقها أقل، يعني عمقها متوسط، بندي لنفسنا من 1 لـ3. إن كانت الصفة غير متعمقة، بالظبط كده، بالظبط يا أستاذ سلمى، لو صفة أصلية أو صفة متعمقة موجودة فينا بندي لنفسنا 5. لو صفة موجودة ولكن مش قوي، يعني نص نص زي ما بيقولوا، إن كانت الصفة عمقها ضعيف جدا أو غير متعمقة في الشخصية بندي لنفسنا 4، بالظبط كده. جميل يا أستاذة سلمى، بارك الله فيك. دول 44 صفة. المفروض إن احنا بنجمع، طبعا التمرين ده عشان نقدر نعمله بشكل صحيح خطوات سريعا. 44 صفة، هنبدأ نحط درجاتنا لكل صفة من الصفات. دي أول خطوة، ياريت تكتبوا. الخطوة التانية هنبدأ نجمع الصفات، نجمع الدرجات اللي احنا جمعناهم من 44 صفة، نجمعهم كلهم بدقة. أعلى مجموع هيمثل نمطي الرئيسي، والدرجة هتمثل النمط التالي. بمعنى احنا هنجمعهم ازاي؟ احنا مش هنجمع الدرجات كلها مع بعض، لا،
احنا هنجمع ألف كل سؤال. حاضر حاضر. بص يا أستاذة سلمى، احنا عندنا ألف ب ج د اللي هي من 1 لـ5، وهنحتسب ان 2 او 1 و2 يعتبروا ألف. ونجمعهم، هنجمع ألف لوحدها ونشوف مجموعها كام، وباء لوحدها ونشوف مجموعها كام، وجيم لوحدها مجموعها كام، ودال لوحدها مجموعها كام. بالظبط كده. طيب لما هنجمع كل مجموعة من الأربعة لوحدها هنشوف أعلى مجموع في الأربعة ده بيمثل نمطي، ده نمطي أنا. 3 باء 3 وجيم 4 ودال 5. معرفتش، فاحنا وقفنا عند حتى درجة التجميع دي ما جمعناهاش. فانت ما تشغليش نفسك، انت اهم حاجة، بس اهم خطوة تعمليها دلوقتي، سيبك من التجميع. انك تبقي مجهزة اجاباتك على 44 سؤال، لان بعد كده هنقوم بعملية تحليل للارقام دي من خلال نموذج ديسك انا اهو جايباه لحضرتك عشان بس تبقي فاهمة، لكن هو لسه ما طبقش ولسه ما حدش طبقه. بنقسم اربع اتجاهات اللي هو الناس والعمل وسريع ومتدرج. ما بين الناس والسريع يبقى شخص مؤثر، وما بين سريع والعمل يبقى شخص مسيطر، وما بين بس عشان وما بين الناس والتدرج يبقى حضرتك يبقى الشخصية شخص حذر. بيبقى شخص مستقر. ازاي هنقسمهم؟ ده بيبقى من خلال الدرجات، من خلال الدرجات. هقول تاني، ما تشغلوش نفسكم وما تشغلوش بالكم بالتقسيمة اكتر ما تركزوا على الصفات، وتحاولوا تجاوبوا على 44 صفة وتركزوا في درجاتكم فيها بالظبط كام. ومع المدربة هنبدأ نجمع عشان كل واحد فينا يعرف نمطه القيادي أو نمط شخصيته، هل هو مؤثر، هل هو حذر، هل هو مستقر، هل هو مسيطر. ده الجزء المهم والمطلوب مننا ان احنا نعمله، اهم حاجة ان احنا نجمع الصفات بتاعتنا. اخر حاجة كانت مطلوبة النهاردة على الجروب، مطلوبة من امبارح بعد المحاضرة، ان كل واحد من المتدربين هيمسك ورقة وقلم وهيحاول يكتب 20 ميزة و20 عيب
موجودين في شخصيته. ما تقولوش كتير، ده ال20 عيب وال20 ميزة دول الحد الأدنى، دول الحد الأدنى. والمفروض اللي هيبقى عنده أكتر من 20 ميزة وأكتر من 20 عيب المفروض إن هو هيتواصل معانا على الجروب. أتمنى إن أنا كده أكون جمعت وقدرت إن أنا ألم لحضراتكم المحاضرة بشكل في أي تساؤل؟ في أي سؤال يا جماعة؟ جزانا وإياك، جزانا وإياك يا أستاذة سلمى. يا رب أكون قدرت إن أنا أوصل لك وأشرح لك الموضوع والفكرة تكون وصلت لحضرتك. باشمهندس حسين، حضرتك ما حضرتش معانا المحاضرتين الاولانيين، اتمنى ان الشرح الموجز ده يكون افاد حضرتك وعرفت حضرتك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا سلمى، ربنا يبارك فيكي. وانا اللي بشكرك انك انتظرتيني طبعا، لان انا كان عندي محاضره فانت اضطريتي ان انت تستنيني لغايه ما خلصت. ف ربنا ان شاء الله يا رب يأجرنا يعني ويأجرك يعني على الصبر ده. ماشي يا باشمهندس. عموما التسجيل ان شاء الله باشمهندس وعدنا ان هو هينزل بكره ان شاء الله، وانا اول ما التسجيل ينزل ويتبعت لي هبعته لحضرتك او هنزله على الجروب، وربنا ييسر ان شاء الله ويوفقنا للي فيه الخير. اللهم امين يا استاذ سلمى. طيب انا بشكر للمره الالف والمره المليون باشمهندس سامر، انا بشكر حضرتك جدا 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 بجد، وبارك الله فيك ويا رب يجعله في ميزان حسناتك يا رب. ويا ريت يا جماعه كلنا نشكر باشمهندس سامر على مجهوده معانا وعلى سهره معانا، احنا مسهرين وتعبينه معانا جامد جدا، متشكرين جدا يا باشمهندس. شكرا 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 ثلاثة، شكرا باشمهندس حسين بيقول لحضرتك ثلاثة، شكرا. وأستاذة سلمى بتقول جزاكم الله كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.